السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In today's lesson, we are going to learn to pronounce the Arabic letters بالتنوين فتحة. أن أن بن بن تن 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 جن جن حن حن خن خن دن دن ذن ذن رن رن زن زن سن سن شن شن صن صن بن بن طن طن ظن ظن عن عن غن غن فن 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 كن كن لن لن من من نن لن هن هن ون ون ين ين جزاك الله خير. السلام عليكم.